السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في قناتكم اوريز نيوز. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ايضا دير لي واحد اللايك الاعجاب باش يوصل بزاف ديال الناس. اللي مازال ما اشترك في القناه اشترك باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. اذا النجم المغربي حكيم زياش جاء اتصال من السعوديه، نادي سعودي، مازال ما عرفنا بالضبط نادي سعودي، ولكن كان عنده اتصال من الاتحاد السعودي باش انه يلتحق بهذه النوادي السعوديه، وهو اللي كيخنق باريس سان جيرمان اللي هي بغات تعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل. من قبل كانت صعوبه بزاف باش يتعاقد معاه في الاول، لان تشيلسي عرق لهم الوضعيه، ما بغاش انه يسرح اللاعب ويعطيه باريس سان جيرمان، ولكن احتفظوا باللاعب وما كيلعبوش. فهاد الماتش هذا الاخير لعب فقط كاحتياطي، وقدم بزاف ديال لي زاسيست الكواري لكاي هافيرز اللي هو مهاجم فاشل. كاي هافيرز مهاجم فاشل كيعطيه زياش الكواري ولكن ما كيستغلهمش. ثلاثه ديال زاسيست اللي عطى في هذا الماتش، واحد فيهم توج بيت كيعطي كواري لو انه تلقى موراطا، ولا لقى شي لاعب ليفاندوفسكي، ولا لقى شي مهاجم مثلا مبابي اللي كيقنص الكواري، ممكن انه زياش تكون عنده بلاصه في تشيلسي. ولكن دائما الكواري ديال زياش ما كيتسجلوش، داكشي اللي خلى ان المدرب يستغنى عليه، ولكن ماشي ديفو من زياش لانه ماشي هداف ديال الفريق من المرتبه الاولى بقدر ما هو موزع ديال الكرات ولاعب وسط ميدان. اذا الاخوان نتمنى ان حكيم زياش يمشي للنادي اشبيليا، انا بغيت في اشبيليا عند بونو وكذلك نصيري، لان اشبيليا غادي يلقى فيها راحته، واشبيليا خاصها لاعبين بزاف عندها ازمه. يمشي لاشبيليا غادي يلقى بلاصتو، غيلقى راحته، حتى اللاعب ديال الاسبان غادي يكون مواتي حكيم زياش. اما بالنسبه للدوري السعودي فما كنظنش بانه غادي يكون مناسب ليه، فقط الدوري السعودي حاليا كيمشيو ليه اللعابه اللي ما بغاتهمش بحال رولاندو، ما بغا حتى شي فريق في الدوري الدوريات الاوروبيه، ومشى للسعوديه. نتمنى انه يمشي للدوري الاسباني لان كاين منافسه وكاين احتكاك، لان غادي نحتاجو حكيم زياش في كاس افريقيا المقبله ان شاء الله. الى الاخوه قبل ما نطول عليكم، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناه، والى فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.